في شأن الحكومي حل الوزير الأول نور الدين بدوي في العاصمة الموريتانية واكشوت ممثلا لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح وسيشارك بدوي في حفل تنصيب الرئيس الموريتاني الجديد محمد ولد الشيخ الغزواني خلفا لمحمد ولد عبد العزيز وكان الوزير الأول قد غادر مساء أمس الجزائر العاصمة رفقة وزير الخارجية صبري بقادوم